السلام عليكم حبايبي، صباح الخير عليكم. جيسبر تكونوا بيان ان شاء الله. كما وعدتكم في اللايف تاع فيسبوك قلت لكم راح ندير لكم فيديو ونحضر لكم على حكايه القارب السريع. راح نهضر لكم على الايجابيات والسلبيات تاع القارب السريع. ها كما وعدتكم معنا اخونا لامين، معايا اخويا رياض زيد، وهذا ما تعرفوش، هذا مارسيل وجا عنده غير سمانه برك وجا حتى هو في السريع. اليوم نقصروا معاهم ونحكيوا يحكيوا لكم على التجربه نتاعهم في القارب السريع. خاوتي برك معلومه باش نزيد نقولها لكم، حنا جينا نحضروا لكم على السريع، نعطيوكم الايجابيات والسلبيات تاع السريع، ومن بعد انت ربي يسهل عليك المسؤوليه نتاعك، انت حاب تخرج حاب ما تخرجش هذيك ربي يسهل عليك انت. المهم اقعد معانا تسمع الفيديو وتسمع واش حيقولوا لك حتى للاخير. خونا ابو عبد الله هذا اللي دار معايا الفيديو، اللي دار معايا الفيديو الاخراني. قول لهم صباح الخير يا عبد الله. مساء الخير. مساء الخير. المهم كما قلت لكم عبد الله داني جا بصح جاف البطيح ما جاش في السريع. المهم 18 ساعه. المهم راح نحكيو ونفهموكم في كل شيء وبلي بروف. اقعدوا معايا بعد الفاصل ان شاء الله. الفاصل هذا دوك تشوفوا، دوك ندير لكم فيديو تاع خونا رياض وخونا لامين، تشوفوا الفيديو تاعهم كيفاه جاوا في السريع، ومن بعد نتلاقاو ونقصروا عليهم. ريحوا معنا. خاوتنا درك نروحوا للسريع، نروحوا للسريع مع خويا لامين وخويا رياض 06. تحيه للناس 06، ناس بجايه. خاوتنا العزاز، عندي انا سؤال. صافي بزاف ناس درنا كي درنا لايف قصرنا فيه شويه على السريع، ومنا بزاف ناس عم يبعثوا لي يقولوا لي خويا السريع، خويا كيفاش، خويا منا خويا منا. احنا نهضروا لهم برك على ايجابيات والسلبيات تاع السريع، وش هي الحوايج اللي فيه ملاح والحوايج اللي ما همش ملاح على حساب الخبره نتاعكم انتم. صافي انتم اللي جيتوا فيها، انا ما جيتش فيهم ما نعرفوش، وجامي ركبت في السريع ما نعرفوش. انتم وش رايكم في السريع؟ اهضروا بالداله. بون السلام عليكم خوتنا كامل. باش نهضروا فريمون، يعني نهضروا كيما باش ما نخبيوش عليكم حاجه. تطفشوا هذه فلوكه ماشي مليحه اللي يقول لك انا نجيب فلوكه ديراكت ولا نجي باش ندير لي الرف تاعي في الاوروب كامل، خاطر فيها الريسك. وباش نبداو لا فيديو هذه طاح الرقه بفلوكه فيها الريسك، فهمت؟ لازم تكون انت في راسك باش كي تكون خارج دير في راسك بليك ما توصلش اسبانيا، ماشي يقول لك انا ندير روح الرقه انت في راسك خلاص وصلت اسبانيا. اسبانيا هذه ماشي اللعب. صافي عندك اون شونس سيغ دو، صافي يا توصل يا ما توصلش. هذيك البحر واحد ما يضمن على روحه، باش نكونوا بيان، فهمت؟ ومن بعد واش كاين الايجابيات؟ انا نهضر على الايجابيات. الايجابيات الحاجه الاولى كامل لازم يكون هذاك اللي يخرجك يعرف البحر، فهمت؟ باش تكون في انسان بروفيسيونيل، انسان يكون واحد اللي يعرف فريمون البحر هكاك. ومن بعد باش واش تجي لا دوزيام دي شوز لازم يكون ماتيريال ثاني شباب، فهمت؟ كي يقول لك واحد انا كي نقول لك انا خرج ب 60 مليون، 60 مليون صح غالي، مي يا صاحبي تشوف شحال درت في البحر. الوقت شحال درت؟ انا خرجت على 14 في 7، كنت في اسبانيا ثلاث سوايع 10 دقائق تسويع من وهران. من وهران لاسبان لاس نيغراس اكزاكت بلاصه اسمها لاس نيغراس. درك شوف نسقسيك بالسؤال وجاوبني. صافي راح نسقسيك واش سقساوني الناس، مانيش راح نسقسيك من راسي. انا الناس سقساوني قالوا لي اسكو حاجه كيما هكا هذه تاع السريع اسكو فيها لي سكروكري، ما فيهاش، يقدروا يقدروا ياكلوك في دراهمك ما يقدروش ياكلوك. هذه 90% فيها لي سكروكري. الناس كامل على بالهم بليك فيها لي سكروكري. دوك انا نحكي لكم على انا واش نحكي على نفسه هو، فهمت؟ انا جا السيد نعرفوه في بجايه، هو وهراني الله يذكره بالخير، ثاني الناس شامبيون دي مون كيف يقولوا، انسان تاع ثقه
فهمنا معاه قال لي وكاين واش كاين درنا ايكيب عندنا باش نخرجوا هذا ما قاليش بلي رانا عندنا خيط على مارين كيفاش يهضروا الاولين خاطر انا اخي ومن بعد نحكي لكم خلينا من بعد هذيك كيفاش صارت البريمير الاولى خاطر راحوا لي 35 مليون كذا هذوك ما نحكوا عليها اختينا شوف احنا درك صافي هذه في تاع فيه ليسكروكري 90% كاينه ليسكروكري الحاجه الدوزيام هي على حساب الخبره نتاعك انت اللي جيت فيه وخوتي معلومه برك او هذا ورياض راهم جاوا عندهم منبع 10 شهور منين وصلوا لهنا ومن بعد نروحوا لمارسيلو جاء عنده سمانه منين جا بالعقل نقعدوا معانا برك دوك نفهموكم في كل شيء بليزيتاب قلنا الحاجه الاولى هي فيه ليسكروكري هذه صافي من السلبيات ولا ما عندكش واحد غارون ولا ما عندكش واحد لي غارونتيك ما تعطيش دوك كيفاش يديروا الناس تقدر تحكم بلاستيك تعطي له عربون 5 ملايين فهمت هكذا كامل يديروا دوك تاع 5 ملايين عربونو كامل ولا عندك ثاني الكارون ولا عندك واحد لي يعرفو فريمو خاطر تقدر تعطي له تقول له كيفاش انا حنا ما خرجناش انا في 6 شهور انا في 7 شهور ما خرجناش وما يعطيلكش العربون تاعك داكور دونك ولا عندك فريمو معرفه واحد المعرفه لي يعرفو فريمو كامل الله وسهل ربي سهل على كل واحد ما عندكش معرفه غير ما كان له يا خويا الجور كي تعيط لي تقول لي راه كاينه خرجه راني نجيبها معايا سواردي نتلاقاو في بلاصه باش نخرجوا نعطيك سواردي تحسب سواردك وحنا نتكلوا على ربي ونخرجوا هذه هي صافي ها واش قال لكم باللي ما تمنوا حتى بشر خويا قال لك واحد كاين افير في السريع ومنا سواردك ما تمدهمش حتى تكون واقف قدام الماتريال وشفت الماتريال بعينك باللي مليح وكابابل ومنه واللي يديكم انسان يعرف البحر ثم تقدر تسلك وتركب ما كانش ما تمدوش صوارتكم على فونس اذا ما عندكمش زعما واحد يعرف هذاك الانسان ولا واحد اللي يكون بيناتكم واحد اللي يكون بينك انت وبين الشيء تاعنا مول شيء فهمت خاطر بزاف عيب هذا نحكي لك انا وحده عند واحد صاحبي اعطاو 60 مليون ديال ديبي خاطر واحد كارون عطى لهم الكارون بليك انا سيد نعرفو عطاو 60 مليون باش يخرجوا هضروا باش يخرجوا بموتور 300 شوفوا توصل تما لقاو موتور 90 90 شوفوا صاحبي هما خلصوا على جال 60 مليون باش يخرجوا خرجوا ب 300 باش يديروا 3 سوايع في الطريق ولا 4 سوايع بيبري تما داروا 7 سوايع في الاخر وعطاو 60 مليون دونك يا خويا دي سواردك معاك توصل بلاصة نشوفو ماتيريال اللي هضرنا عليه لي بروميير فوا قلت لي سونكارو نشوفو بلاصة نف بلاص نوصل تما نلقى نف بلاص نلقى الموتور تاعي سونكارو نشوفو يا خويا سواردك عن سواردك نركب ماهوش يقول لكم موتور 200 و9 بلايص وتروح تلقى 68 بلاصة وتلقى موتور ماهوش الموتور اللي هضرك عليه تلقى موتور مدخن على روحه هذه ردوا بالكم منها وخوتي يعني نعاود لكم ونقعد نعاودها مليار الف خطره راهي المسؤوليه نتاعكم رانا غير قاعدين نشاركوا معاكم واش كاين انا قلت لكم ماذا بينا قاعد انا قلت لكم انا ماذا بيا شوف اللي قلبه اللي في قلبه حاجه وحب يوصل اوروبا ان شاء الله ربي يوصلها له انني برك انا اخي قلت لكم انا السفير نتاعكم هنا في الغربه انا نقول لكم واش كاين واش ما كانش كل بشكه مخكم يتحل وتكونوا تعرفوا البحر اخوتي واعر البحر ما فيهشكم باش نهضروا واعر انا جيت ربي يفتح لي البيبان فهمت ثلاث سوايع في الطريق مي قسما بالله غير نحل في طروا فوا غير لو كان تعاود تجي لي ثاني باش نحرق ما نحرقش باسكو شاف البحر شاف وركب في البحر وشاف عينه انا نقول لك على دوك كاينه لا فيديو كي خرجنا من وهران البحر كان بيا كان الحمد لله كان كال دخلنا وصلنا فريمو باش ندخلوا اسبانيا البحر تاع البحر تقيل قسما بالله لو كان ماشي هذاك اللي يشوف فريمو يعرف وليد البحر كيف نقولوا حنا لي كوبي لي فاغ الاخر لا فيريتي كان صرا كاش حاجه ماشي مليحه صح خويا درك تنقلوا لحبيبنا وكو مازال وانا حطيت لكم بارتيه تاع فيديو هذيك الاولى شفتوها ومازال نزيد لكم فيديو واحد اخر خونا رياض احسن واحد خويا رياض رياض بجايه
حركت مع لامي مع واحد عندنا واحد ديموا كما قال لك خويا رفيق باش نقول لكم انا الاولى جا واحد صاحبنا لهنا في الخيط واحد جا هنا عند واحد العام وشي في فرنسا جا هضر شحال باسكو شغل حنا كي نسمعوا من الاول 3 سوايع ما امناش ما تأمنش نشوف لي فيديو ندخل يوتيوب كيف تحرق الناس باسكو خلاص دار دوموند فيزا 3 فوا لي فيج دو با ما عطاوليش ما كانش بالعوض حتى مدك فريمون حتى مدك حوست نشري فيزا ما كانش سكرو كري ومن 40 مليون 80 مليون هذا 140 اسبان سكرو كري 40 مليون رفعت فيزا عطيت عربون واحد المراه 5 ملايين وباسبور ولور ودورت لي شهرين ما لقيتش قلت له هذه لافير تاع الراجل رحنا باش نشرو ماتيريال مع جماعه تاع الجايه وما صدقتش بان خيط هذا في ورا كل نتكل على الله انسان يعرفو وإنسان صاحبنا أنا في فرنسا قال لي خيط شباب يا صاحبي شحال درتو في الطريق قال لي 3 سوايع ما أمنتش باسكو كامل هذا صاحبكم هذا صاحبكم هنا اللي فرنسا قبل ما تجي هو ديجا هو ديجا خرج في السريع هو خرج في السريع هو خرج في السريع يكون الناس على بالهم قال لي شحال السومه قال لي حنا 6 كل واحد كيف يقول قال 6 هذا 5 6 كل واحد وشطارت ومعرفه صح روح حنا شلكنا 60 مليون حنا شلكنا 60 مليون من الاول قلنا 50 ومع شويه كي طول ومع طلع هنا 55 شلكنا 60 مليون قال لنا سوا تخرجوا بال 300 موتور 300 فانديرك 17 زيدك اسمع عندي سؤال باك عندي سؤال دقيق عندي سؤال انت ديجا هضرت خليها هي حدا عندي سؤال للماتيريال واش هي جلد هذاك تاع الجلد ولا تاع سوميريجيد لا 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 سوميريجيد تاع جلد كيما نقولوا له جلد وتحت فيه تحت اللوح لا 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 هاك لاريزين ما يعرفوه الناس سوميريجيد كبير موتور 300 قال لي 17 واحد طياره ساعتين ونص ولا 3 سوايع تكون كوستا اروح معليش قال لي ولا ما رحتش بياكدك ما كذبش علينا قال لي اذا ما رحتش بياكدك عندكم جوج بوطيات جوج لي هوربور موتور 150 داكور روح معليش احنا يا صبرنا باسكو شحال صبرتوا انتوا صبرنا انتوا واحد شهرين ومديتوا صوارد قبل ما درتوا مدينا صوارد مدينا 250 مليون للسيد دراهم كوراج انتوا في قداه في أربعة من الناس مدينا 250 مليون كنت سمعوا في السوامة كنت سمعوا في البري دراهم مدينا 250 مليون أربعة من الناس باش يجيو في بوطي مريسكين بحياتهم هذه ديروها في مخكم مليحة قعدنا شهر في وهر في العيون حلينا الدار 450 بالنهار غير الدار اون بليس ناكلوا ونحوسوا منا معليش وهكذاك باش طلعنا المهم كليت انا راني معاكم انا باش الحق لهنا لفرنسا كليت 100 مليون 100 مليون 5000 اورو 5000 اورو اللي نقولها له في الجزائر ونقولها له هنا في فرنسا ما يامنش يا رياض راه جا او يخدم ليفرور لكن اذا شفتوه معايا في اللايف او يخدم لا ليفريزون واني ديجا درت لكم فيديو على لا ليفريزون صافي كي تحب تخدم تجي وتحب تخدم سواردك تريكيبيريهم شهرين ثلاث شهور سواردك تريكيبيريهم وتريكيبيري بزياده وشوي هذه برك حاجه لقطه خويا مارسيلو للزين السلام عليكم خويا مارسيلو لاباس خونا من العاصمه حتى هو جاء في السريع جاء عنده كذا عندك منين جيت عندي 25 جور منك في فرنسا ولا 25 جور 25 يوم كل شهر صافي 25 قد ما هضر في الميكرو برك باش يسمعونا المهم مارسيلو هو حشام شويه ومنا وجامي قصر معنا في هذه منا برك مارسيلو انت كيفاه حكايتك انت كيفاه لقيت بجيت في انا يا صحابي راهم اكسبيرت داكور تما هما لي هما كانوا ديجا طلعوا في السريع مع السيد صافي هما اللي بقى عندهم الخيط عاودتوا رحتوا للخيط هذا وبرك باش ما نطولوش عليهم ونكونوا فيت في رابيد فيت في انت برك واش راك تشوف فيها زعما انت كي على حسابك انت ديجا في قداه جيتوا انتوما في السريع؟ انا 12 جيتوا في 12 وهو شحال يهزم بلاصه 12 صافي جيتوا رايحين ما جيتوش راكبين فوق بعضكم كي السردين صح قداه درتوا وقت؟ احنا درنا 4 سوايع عليك خرجتوا على انت وصلتوا وراه دابا جينا زوج تاع الليل زوج تاع الليل وصلوا على 6 تاع الصباح خرجنا 4 لي سيميريجي أربعة لي سيميريجي خرجوا فيها أربعة مع بعضهم صافي يكون يطيح واحد اون بان ولا وتمشيو هكا بعد شويه على بعضاكم ولا غير هكوتي لا ماشي في هكا باش اوكا كي دخلنا اسبانيا ما دخلناش كيف باسكو جراهم ورانا لاماني كاين اللي جراهم وراهم لاماني تاع الجزائر وما حكموهمش وحنا جرات مورانا لاماني تاع اسبانيا داكور وانت برك هكا باش نكونوا رابيد
واش رايك انت على حسب الخبره نتاعك انت وجيت فيه، واش هي زعما خفت في البحر تقلب عليكم شويه البحر ولا جيتوا كان البحر راك؟ يا سير يا حبيبي يا سير، احنا خرجنا في كارماك لحقنا الماسيونا، هي خرجنا من الماسيونا خرج صافي كي وصلتوا للمياه الشرقي وغربي بديت هول فلوكات وليت تولي طابي بزاف. واللي جابكم واللي خرجتوا معاه سواق بروفيسيونال ولا غير يدز سواق؟ لا لا سواق صافي، هو كاع صغار لا صغار في الله ديجان ولا شنو ولاد البحر صح هما صافي ديجا. المهم عندهم فكره على المهم بزاف. انت واش تقول لهم على هذا السريع هذا باختصار؟ قلت انا كي دخلت لاسبانيا الحاجه الاولى اللي قلتها قلت ماشي هذه البلاد اللي حبيت تريسكي على جلاب بحياتك صافي، ماهيش تريسكي بحياتك على جلاب اوروبا صح. هذه هضره مليحه، هذه قليل اللي يهضرها لكم، هذه تاع حياتي ما اي حياتكم اخوتي غاليه على هذا على اوروبا، باسكو اوروبا اقسم بالله ما كان والو. واذا عندكم لي مويان باش تشريو فيزا ولا باش تطلعوا ابي اطلعوا ابي اخطيكم من سريع. ها وجا ها ويهضر لكم بفمه، يعني مانيش انا والله انا عندي 25 جور ملي دخلت لورا عنده 25 يوم اقسم بالله. هذا دوك تشوفوا الفيديو اللي دارها في السريع مع الاخير مع الاخر تاع الفيديو ان شاء الله دوك تشوفوها. المهم حنا درك نقول لكم ايجابيات وسلبيات نتاع السريع باختصار صافي على حساب واش قالوا لي هما. نهضر لكم على السلبيات تاع السريع. السلبيات تاع السريع انه اسمح لي انه غالي 60 مليون سي بزاف بوكو دارجون تتعب عليها باش تجيبها. مارسيلو خدم وهز الطوب وطلع الرمل ودار وسلف ودار من باش لم 60 مليون جابها. 60 مليون بزاف دراهم ولا باسكوكري فيها بزاف وفيها ليسكروكري بزاف اللي عنده صوق اللي عنده الخيط صح صافي قاع يخرطوا عليه قاع يوري لك لافوطو ماتريال شباب لنا بعد ما على الاخر لا فهمت كنت الحق تلقى ماتريال مكان صافي. انت اوروزمون صافي انت اوروزمون كانوا عندك صحاب ديجا كانوا هنا طلعوا صافي يعرفوا الانسان هذا انت صافي عندك شونس. مي الناس اللي حابه تجي يا خاوتي نكمل لكم السلبيات. السلبيات هو غالي انه يقعد بوطي في وسط البحر ريسك خاوتي تيتانيك قد الدنيا غرق. يعني بوطي راهو فاسيل يكون يتقلب البحر ويكون البحر هايج والحاجه طروازيام هو عندك زوز عندك يا توصل يا تموت. كاين زوز برك يا توصل يا تموت، ما عندكش هذيك تاع بين وبين، يعني غير ربي برك اللي يستر من عنده. الايجابيات نتاعو هو انه كيعود ماتريال مليح وكبير، يعني كاينه شويه كونفيونس احسن ما تخرج انت في حطبه بموتور 40 ولا بموتور 30 ولا مريسكي بحياتك. هذه حاجه. الحاجه الدوزيام انه طياره، كي نقول لكم طياره صح ودرك تشوفوا لي فيديو ودرك تفهموا باللي طياره. الباقي يا خاوتي المسؤوليه نتاعكم انتوما، احنا ما احناش قاعدين نحرضوا حتى واحد باش يحرق. انا يعني قلت لكم انا راني هنا باش نعطيكم الحقيقه تاع الغربه، نعطيكم الحقيقه تاع كل شيء اللي يخص الهجره ويخص الحرقه. وجبت لكم ناس جاوا صح في فلوكه وحكاوا لكم وقالوا لكم ها واش كاين. الباقي خاوتي مسؤوليه نتاعكم انتوما. وهذه هي خاوتي احنا ماذا بينا نعطيكم دي كونساي باش ما تحشالكمش كما تحشالكم. شفتوا كيفاه باش ما تحشالكمش برك باش كي اني ديما ننسى الكلمات الملاح. انا ورزمو هضره احنا هنا نعطيو لكم دي كونساي، نعطيو لكم دي بون كونساي اللي بشر ما يعطيها لكم. اني قلت لكم انني هنا وحلفت يمين اني اي واحد حب يهاجر نعطي له معلومات. خوتي انا ما جيتش البارح، انا بالمناسبه انا عندي 10 سنين غربه وحبيت نعاون الناس على الاقل بالمعلومات. الناس اللي حابه تطلع على الاقل بالمعلومات باش نهار كي توصل ما تغيب لكش هنا في الغربه. والباقي اخويا مسؤوليتك انت، حاب تجي في بوطي، حاب تجي ابي، حاب تجي في فيزا في طياره، هذيك امر يخصك انت. انا المهم شاركت معاكم كيفاش يسميوها بالعربيه الخبره ولا ما باليش انا ليكسبيريونس تاع الاولاد هذو اللي جاوا في البوطي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا لنا لايك وزعزعوه الفيسبوك بالبارطاج تاع هذا لا فيديو. ودمتم في رعايه الله وحفظه. واو.